فالإنسان عليه أن يزكي نفسه من جميع هذه الصفات الدنسة الرجسة التي تصد الإنسان عن القرب من الرحيم الرحمن الكريم المنان سبحانه وتعالى. وتزكية النفس أمر نبه الله تعالى عليه تنبيها جليلا عظيما كريما. ما أقسم الله تعالى في القرآن الكريم قسما أعظم أو أقساما أكثر من هذه الأقسام، أقسام تزكية النفس التي هي في سورة الشمس. في سورة الشمس تحفظ سورة الشمس وضحاها؟ تحفظ؟ ما شاء الله تحفظ؟ يقول الله جل جلاله، تحفظ صف كم؟ ان شاء الله تحفظ. قل وقف واقرا استحي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب انكلفكم بحساب الأقسام، كم قسم؟ بقرأ الآيات والأقسام ثم أخبروني كم قسم أقسم الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كم قسم الله؟ اختلفت الأمة. نعيد مرة. هذا سوق مزاد استوى. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. كم؟ فألهمها فجورها وتقواها. كم؟ أحسنتم وأحسنتم لا واحدة، أحسنتم أحسنتم إحسانا. لماذا أقسم هذه الأقسام كلها؟ ليقول لنا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. 11 قسم. قلب القرآن من ألف لام ميم البقرة إلى سين الناس، لن تجد 11 قسم في القرآن الكريم إلا على تزكية النفس، لخطر الأمر ولعظمه ولجلالة قدره، لأن النفس هي التي أخرجت آدم من الجنة، النفس هي التي كانت سببا في لعن إبليس، النفس هي التي أمرت فرعون أن يقول أنا ربكم الأعلى، النفس هي التي قالت لقارون إنما أوتيته على علم عندي، النفس هي التي قالت لأبي طالب وهو عند سكرات الموت قومك قومك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا عماه قل لا إله إلا الله بيني وبينك، بيني وبينك قل لا إله إلا الله أحاج بها عنك يوم القيامة يا عماه. نفست قل قومك قومك، ففاضت هذه الكلمة عليه الصلاة والسلام قال قومي قومي.
بيقول مات ميتة جاهلية أبو طالب. عيوب النفس. ولهذا كان تطهير النفس أساسا لكل خير وتدنيسها أساسا لكل شر. نعم، إذا وجب على الإنسان أن يهتم بهذه القضية. ووسائل تزكية النفس لا يسع الوقت لذكرها، ولكن أحيل الإخوة إلى محاضرة منتشرة لفضيلة الشيخ الداعية عبد الله بن عامر العيسري حفظه الله، عنوانها تزكية النفس. هذه المحاضرة منتشرة، وأيضا من أراد أن يتوسع فعليه بكتاب قناطر الخيرات للعلامة الجيطاني رحمة الله عليه. ففيه من وسائل تزكية النفس ما فيه. نعم، رياضة النفس أصل لارتقاء علا. ويتبع تزكية النفس حفظ الجوارح، تخلية الجوارح وتحليتها، تخليتها من الآفات التي تبعدها وتصدها عن رب الأرض وجبار السماوات. يعني يحفظ الإنسان جوارحه، سمعه وبصره، وكلما أمرته نفسه بشر قال يا نفس إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله رب العالمين، ويقول لها يا نفس إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، من يصرف عنه ذلك العذاب يومئذ فقد رحمه، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز، ما فوز الكورة واللعب والسباقات وهذه الأشياء، لا. والخسران المبين للخسران في اللعب والكورة والأموال والتجارات والأموال الأمور الدنيوية، لا. ومن يعص قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. والفوز العظيم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، بس لا، فاز فوزا عظيما. فيجب علينا أن نوقف النفس عند حدها.